السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا ساره بالوفا ودي قناتي. النهارده الفيديو مهم لكل عروسه بتجهز او لاي حد حابب ان هو يجدد في المطبخ بتاعه. هتكلم باختصار كده عن ايه هي المواعين المهمه والاعداد اللي ممكن يشتريها، وعلى قد ما اقدر احاول افيدكم في الاسعار. اول حاجه انا عندي هنا الطقم الحلل بتاعي، هو النوع بتاعه كي اند اي. الماركه بتاعته انا مش فاكراها هي صناعه ايه، او مش عارفه هي صناعه ايه، هو تقريبا يعني تقريبا كده تركي، بس انا مش متاكده. يعني هو عامة اغلب التركي حاليا بيتصنع في مصر. فعندي هنا احلى حاجة في الحلل دي عجبتني ان هي الغطا بتاعها بيبقى فيه فتحة كده بيطلع منها البخار. حاول لما اجي امسكها ما حاول ابعد ايدي من الفتحة دي لو انا مثلا بسوي حاجة على الفرن على البوتاجاز. الحاجة التانية الحلة تقيلة كده وحلوة، بالنسبة برضو ثباتها على البوتاجاز كده ان هي بتثبت، يعني مش بتزحلق، لانه عاملين فيها كده زي اشكال بحيث ان هي تبقى ثابتة على البوتاجاز. عندي انا مختارة طبعا الالوان، طبعا دي اذواق، بتختاروا اللون اللي انتوا عاجبكم. الحلة طبعا كل حلة ليها مقاس مختلف عن التاني، ومعها طاسة. الطقم ده عبارة عن 11 قطعة، بيحسب الغطاء قطعة والحلة نفسها قطعة، وفي 2 ماسك سيليكون بيحسب كل واحد منهم قطعة، فهو 11 قطعة. الحلو برضو في الحلة دي واللي كان عاجبني ان الايد بتاعتها منها فيها، بحيث ان هي ما تجيش مثلا تفك مثلا مسمارها يقع اي حاجة، فالايد بتاعتها لما بتبقى منها فيها كده بتبقى ايه، مريحة في الاستخدام. الحاجة التانية لو حبيت مثلا ان انا اسخن حاجة في الفرن او ادخلها في الفرن، طبعا بشيل الغطا بتاعها وممكن ادخلها الفرن عادي جدا. بتستحمل، وبرضو مش هبقى خايفة ان مثلا ايدها تسيح او كده. بالنسبة للتنظيف، فالحلل دي حلوة خالص في التنظيف، سهلة جدا. هي بس مشكلتها ان هي محتاجة عناية شوية. انا بستخدم ليفة دي في التنظيف، جنب بيبقى منها خشن، فده انا بغسل بيه جسم الحلة من برة، والجنب التاني بتبقى ناعمة خالص، فده انا بغسل بيه جسم الحلة من جوه. هي بس محتاجة عناية شوية، لاني لو ضغطت عليها ممكن تتخدش يعني. فبحاول قد ما اقدر كده ان انا اخد بالي خالص انا وبنضفها. والليفة برضو حاولوا تجيبوا اللي هي الاصلية، لان في نوع منها بيبقى مش قوي فبتفك بسرعة. بالنسبة للحلل دي بعد استخدام سنة انصح بيها ولا لا؟ انا انصح بيها، هي كويسة خالص. انا كنت جايباها ب1800 جنيه وما كنتش ناوي اشتريها بصراحة، انا كنت رايحة عشان اشتري نيوفلا. بس البايع قاعد يقول لي خديها وحلوة، فانا اشتريتها. بس لو في امكانية ان انا اجيب نيو فلام كنت هشتري طبعا نيو فلام، بس هي حلوة برضو. الجزء الثاني بقى ده هنتكلم عن الصواني. الصواني من ماركة بلو لاين جرانيت، دي ماركة تركي، تمام. مقاسات بتاعتها 28 و30 و32. الصواني دي جميلة جدا، حلوة خالص في الكيك. كنت بعمل فيها برضو بيتزا، ممكن الفطاير، حلوة قوي. بس برضو لازم اخد بالي منها طبعا انا وبطلع الحاجة، او انا مثلا بقسم الكيكة او كده، لان هي بتتخدش برضو شوية، فالحاجات دي عايزة معاملة خاصة يعني. ونحاول برضو ان احنا على قد ما نقدر
نحافظ عليها احنا وبننظفها برضو. بالنسبة للتسوية بتاعتها فهي برضو لما بتتحط في الفرن حلوة قوي، يعني الحاجة مش ببقى خايفة ان هي مثلا تلزق او تشيط او كده، ماركة كويسة لحد ما، يعني مش وحشة. انا طبعا مختارة الالوان لون برضو نفس الوان الحلة. طيب بالنسبة بقى لصواني، صواني البشاميل، هي عشان مستطيلة يعني بيقولوا عليها بشاميل، مش لازم البشاميل طبعا. مختارة ماركة اسمها ماركة طيبة، برضو اسمها تركي. الوانها برضو عجبتني، اللون الغامق ده جميل خالص، حلوة برضو في الاستخدام. مثلا شوي، مثلا بحب احط فيها حاجة مثلا في الفرن اشويها، او مثلا اعمل فيها فراخ مثلا او البشاميل برضو، فهي جميلة خالص بصراحة. من الصواني الجميلة جدا يعني، عجباني ومريحاني خالص. الوان برضو كانت عجباني، لون الاسود ده والنقط اللي فيها كده، حاسه ان هي يعني حاجه شيك كده، وممكن برضو احطها على السفره عادي اقدم فيها الاكل، ما مفيش اي مشكله. هما كده حلوين يعني، اتنين كفايه. جايبه هنا برضو طواجن، طواجن المفروض ان هما البورسلين، هما حلوين قوي برضو. في هما احط فيهم الحاجة او اطبخ فيهم برضو كويسين جدا. بس انا بصراحة مش عارفة هما خدوا اللون ده ليه، هما كانوا اللون بتاعهم اللي هو اللون الجري الفاتح، بس مش عارفة بصراحة اللون ده يعني اخدوه ازاي او ايه اللي حصل يعني، بس هي مش بتنضف، هي كده بس. كطواجن طبعا فهي جميلة جدا، بحب اعمل فيها الخضار يعني كويسة خالص في الفرن، وتقيلة وحلوة. هنا بقى الطاسات، الطاسات هما تلاتة، وطبعا طقم الحلل كان معاهم واحدة كده كبيرة، فهم كده اربعة تقريبا اللي هما جرانيت. النوع بتاعهم برضو بلو لاين. انا بعاني في غسيل الحاجات دي يا جماعة، يعني بتتعبني قوي يعني بالنسبة للدهون وكده، فبخاف عليها ان هي تتخدش، فبضطر ان انا انقعها كل فترة كده في مسحوق وحاجات زي كده عشان خاطر تنضف مني، اني بخاف عليها جدا. هما هنا ثلاث طاسات. بصراحة الطاسات حاسة ان هي مش عملية قوي، هي كويسة مثلا في التسوية طبعا حلوة قوي، وما فيش حاجة بتلزق فيها، و لذيذة يعني في التحمير وكده. بس المشكلة ان هي انا حاسة ان هي مش عملية، فلابد من الطاسات الالومنيوم لابد يعني. برضو انا جايبة الالوان مظبطاها برضو مع الوان الصواني مع الوان الحلل، حاولت ان انا اجيب كل حاجة كده الالوان تبقى متناسقة مع بعض على قد ما اقدر. في حاجة كمان بس دي جت كده معايا يعني، ان انا بستخدم مطيان الحلل ساعات مثلا لما اعوز مثلا اغطي عندي حاجة مثلا على النار وعايزة اغطيها، فانا بستخدم الغطيان بتاعت الحلل، وجاي مظبوطها جدا معايا في مع الطاسات يعني. وفي نفس الوقت شكلها حلو برضو، لو انا حبيت مثلا ان انا اقدم حاجة على السفرة كده لو في ضيوف ولا حاجة عادي بالغطا بتاعها، فبيبقى شكلها شيك يعني. بس هي دي كده كل المواعين اللي عندي. ان شاء الله باذن الله قولوا لي لو عايزين جزء تاني اكمل باقي النوعين دي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو وعرفت افيدكم تعملوا لي لايك شير وسبسكرايب.
بالنسبة للأعداد يا جماعة، الأعداد دي أنا شايف إن هي مناسبة جدا، إن إحنا نجيب تلات مثلا 3 صواني كيك، ومعاهم مثلا 3 بسبوسة، 3 أو 2 بشاميل، طعمين حلل سواء هستخدم جرانيت وألمونيوم أو جرانيت وستلس. لو في إمكانية إن أنا أجيب حاجة تالتة ممكن أجيب، بس هي دي كده كل المعلومات اللي عندي. ما تنسوش تقولوا لي لو عايزين فيديوهات تانية في الكومنتات. السلام عليكم.